طيب تقدري تكوني ترجعي العائله عندنا مثلا كل 3 ايام تيجي عشان جرحها؟ بعيد. حتى لو هو بعيد هذيك معك المواصلات بس ماشي عليك كل شيء. فقر، الفقر ما ابوش ما يقدر بس ما ارزق عبد الباقي خرقه طار لي شظيت حجر حجر هو مش ما يسمعوا من هذا الصبة حجر عادي طار لفوقه ويزعقه أقولك إيش قال لك أمسك الرجل حقه وتتعطف هكا مسك صرحنا عند مقبر المقبر ربط له أجا يعني هكا خليه صرح تعمل كل حاجة شافه أجا هكا إذا كان الطمع هذا مش موجود أنتم قادرين تروحوا مستشفى ثاني إنكم تعملوا العملية ولا لا؟ أنتم مش قادرين؟ يلا الورقة تكون تجارحي عندنا الورقة هذه لما ترجعي تجارحي تمام؟ نجارحها يوميا من الساعة 8 للساعة 4 بس مش أقدرش يوصلونا بعيد لو في مستشفى جنبكم هو تمام ممكن تجارحي ايوه عشان الورقة جارح بي ايوه طيب